الصحة تعلن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 384 وخروجهم من مستشفى العزل. الولايات المتحدة تسجل 500,000 إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 18,000 حالة وفاة. الجيش الليبي يعلن إسقاطه طائرتين تركيتين بدون طيار غربي البلاد. السابعة صباحاً الخامسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. أهلاً بكم، والبداية بملف فيروس كورونا. أعلنت وزارة الصحة خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، لارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية للفيروس ارتفع إلى 505 حالات، وأشار إلى أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس فضلا عن وفاة 17 حالة. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في حصيلة جديدة أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 500,000 حالة، وذكرت الجامعة أن ولاية نيويورك ما زالت أكثر الولايات تضررا بنحو 174,000 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات تجاوز حتى الآن 18,000 حالة وفاة في عموم الولايات المتحدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك علامات واضحة على نجاح الخطة التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحماية الشعب الأمريكي من خطر فيروس كورونا. وخلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية أشار ترامب إلى أن السلطات الأمريكية تتوقع تسجيل أقل من 100,000 وفاة بالفيروس. عدد الحالات الجديدة بدأ يتسطح ويشير إلى أننا أوشكنا الوصول إلى الذروة، واستراتيجياتنا المكثفة ناجحة. ومع مرور الوقت فإن إرشاداتنا لإبطاء انتشار الوباء فقد استقرت أعداد الإصابات الجديدة ونتج عن دخول عدد أقل إلى المستشفيات. وبدون أي استثناءات يبدو بأن الأعداد تنخفض مرة أخرى، كل هذا بفضل العمل الشاق الذي قام به الأشخاص مع الممثلين المنتخبين والأطباء والممرضات والجميع. الجميع كان أداؤه مدهشا. أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مسؤولي إدارته بمساعدة إيطاليا على التصدي لفيروس كورونا بتزويدها بإمدادات طبية وإنسانية ومساعدة أخرى. وأمر ترامب في مذكرة للعديد من الوزراء بتخذي مجموعة مختلفة من التدابير لمساعدة إيطاليا، من بينها قيام العسكريين الأمريكيين في البلاد بتقديم خدمات العلاج عن بعد والمساعدة في إنشاء مستشفيات ميدانية وإمدادات في مجال النقل. أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا تسجيل 570 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفعت أعداد الوفيات لتقترب من 19,000 ليكون هو المعدل الأعلى في العالم. وأضافت السلطات الصحية الإيطالية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة رسميا تجاوز 147,000، بما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا. أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تمديد تدابير احتواء جائحة كورونا على مستوى بلاده حتى يوم 3 مايو المقبل. وأشار كونتي إلى أن تمديد حالة الإغلاق كان خيارا صعبا ولكنه كان ضروريا لاحتواء انتشار الفيروس، مؤكدا في الوقت نفسه إمكانية العدول عن القرار قبل هذا الموعد إذا توفرت الشروط الصحية.
أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تمكن من المشي لمسافة قصيرة في إطار الرعاية التي يتلقاها بعد إصابته بفيروس كورونا. وقال المتحدث باسم الحكومة إن جونسون خرج من وحدة العناية الفائقة بعدما قضى فيها 3 أيام، مشيرا إلى أن جونسون وجه الشكر للفريق الطبي بالكامل على العناية الطبية التي تلقاها. أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك تسجيل 980 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، وأوضح وزير الصحة البريطاني أن إجمالي حالات الوفاة قرب 9000. سجلت فرنسا ارتفاعا في عدد الوفيات بفيروس كورونا ليتجاوز 13 ألفا، وأعلنت الصحة الفرنسية تجاوز عدد الحالات المصابة بالفيروس 90 ألف. هذا ويستمر تراجع أعداد الأشخاص في وحدات الرعاية المركزة مع بدء ظهور تأثير إجراءات العزل في أنحاء البلاد. أعلنت السلطة الصحية الإسبانية تراجع معدل الوفيات بفيروس كورونا مجددا، وأشارت إلى تسجيل 605 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 15843. هذا وقد تجاوزت أعداد المصابين بالفيروس في إسبانيا حاجز ال 157 ألفا. دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى توخي الحذر بخصوص رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم خلال مؤتمر صحفي إن رفع القيود في الوقت الحالي قد يؤدي إلى عودة فتاكة للفيروس. أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى نحو 82 ألف حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 3339 حالة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة. يجتمع مجلس العموم الكندي اليوم السبت لتمرير أكبر إجراءات اقتصادية تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية في ضوء أزمة كورونا. وأوضح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده لا تزال في المرحلة الأولى من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتخذها أوتاوا ستضمن تجاوز هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة في الأرواح. وأوضح أنه لا يمكن العودة إلى طبيعة الحياة العادية بالكامل إلا عندما يتم تطوير لقاح، وهو ما قد يستغرق 6 أشهر على الأقل. أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز تمديد إجراءات العزل العام والتي فرضتها كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا في المدن الرئيسية، وأكد في كلمة تلفزيونية أن بقاء الأرجنتينيين في منازلهم سيساعد في الحد من معدل الإصابات الجديدة. ولم يحدد فرنانديز موعد رفع تلك الإجراءات والتي فرضت لأول مرة في 20 مارس الماضي. قررت السلطة التركية فرض العزل العام لمدة 2 يوم في 31 إقليما تضم مدن إسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى الأخرى لمكافحة تفشي فيروس كورونا. يأتي هذا بينما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوغا ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس ليتجاوز 47 ألفا بعد تسجيل قرابة 4750 إصابة جديدة. وأشار الوزير التركي إلى ارتفاع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 1000 وفاة بعد تسجيل ما يقرب من 100 حالة وفاة جديدة. أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي تشكيل مجموعة استشارية خارجية لبحث تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وأوضحت
في بيان لصندوق النقد أن المجموعة تضم مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين وخبراء وأكاديميين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الفريق سيجتمع مع مسؤولين ومع رئيسة الصندوق ككبار عدة مرات سنويا. وافق صندوق النقد الدولي على صرف قرض طارئ لتونس بقيمة 745 مليون دولار لمساعدتها في التصدي لفيروس كورونا. وأوضح الصندوق في بيان له أن هذا التمويل سيدعم الإجراءات التي أعلنتها السلطات التونسية لاحتواء انتشار الفيروس وتخفيف تداعياته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، كما سيضمن هذا التمويل وجود مستوى كاف من الاحتياطات الدولية وتحفيز المانحين على تقديم تمويل إضافي. أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 1761 والوفيات إلى 256 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 405 حالات. أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأوضحت الوزارة في بيان لها أن 72 من الحالات تعود لعمال وافدين وحالة واحدة قادمة من الخارج، مشيرة كذلك إلى تسجيل 12 حالة شفاء. أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، ليرتفع بذلك مجموع الحالات المسجلة إلى 3360 حالة. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمصابين من الجنسية الآسيوية نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 16 حالة. كما أعلنت الصحة الإماراتية شفاء 150 حالة جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 418 حالة. أعلنت وزارة الصحة الأردنية عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدم تسجيل إصابات جديدة لا يعني أن الوباء قد انتهى، لكنه يدل على الالتزام الجيد بالإجراءات الاحترازية. أعلنت السعودية تخصيص 25 مليون دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية في مواجهة فيروس كورونا، وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن هذا المبلغ يضاف إلى 500 مليون دولار أسهمت بها المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020. كانت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في اليمن قد أعلنت في وقت سابق تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد. وفي العراق أعلنت وزارة الصحة تسجيل 47 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 1279 حالة والوفيات إلى 70 حالة. وأكدت الصحة العراقية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس ارتفع إلى 550 حالة. Thank you.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة خارج أحد المتاجر في تركيا بعد إقرار حكومة أردوغان حظرا مفاجئا للتجول لمكافحة فيروس كورونا. وكشف الفيديو عن حالة من الفوضى والهلع بين الأتراك واشتباكات بالأيادي بينهم، بينما يتدخل البعض محاولة لاحتواء الموقف المتفاقم. تعتزم الحكومة التركية زيادة الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي ضمن حزمة إجراءات قانونية تستعد لتقديمها إلى البرلمان في إطار ما تسميه بالتدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. لا يريد صوتا يزعجه أو منشورا يكدر صفوه، هكذا يبدو حال أردوغان الذي لم يكتف بتحويل بلاده إلى سجن كبير بل صادر أيضا الفضاء الإلكتروني. ففي الوقت الذي كرست فيه أغلب دول العالم جهودها لمكافحة فيروس كورونا، كان أردوغان يفكر في كيفية مصادرة الأصوات المعارضة والمنددة بفشله الذريع في مواجهة الفيروس. حزمة إجراءات قانونية يستعد نظام أردوغان تقديمها إلى البرلمان في إطار ما يسميه التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. حزمة الإجراءات تشمل تعديلات على القانون رقم 5651 الذي ينظم ما يبث من منشورات على شبكة الإنترنت ومكافحة الجرائم التي ترتكب عن طريق ما ينشر. ووفق التعديلات المرتقبة فإن منصات التواصل الاجتماعي ستكون ملزمة بمشاركة معلومات المستخدمين مع مكتب المدعي العام عند اللزوم، وسيتعين عليهم أيضا تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم الجنائية بشأن إزالة المحتوى أو رفض الوصول دون أي استثناء. هذه التعديلات أثارت حفيظة المعارضة التركية داخل البرلمان، والتي شددت على ضرورة عدم استهداف حرية الرأي والتعبير، مؤكدة أن توقيت مثل هذه القوانين غير مناسب في ظل فيروس كورونا. وحسب محللين أتراك فإن الهدف الرئيسي من وراء تلك الخطوة هو وضع منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي تحت المراقبة والسيطرة، كما أن تلك الخطوة تظهر نية حكومة أردوغان في التدخل بمحتويات جميع شبكات التواصل الاجتماعي والاستيلاء على كل معلومات روادها. كما حذر آخرون من أنه في حال إقرار هذه التعديلات فإنها ستأتي بقرارات تتمثل في التحقيق مع وسائل التواصل الاجتماعي وحجب الوصول إليها، وكذلك فرض الرقابة عليها. ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 13.8% في الفترة من ديسمبر إلى فبراير، مما يشير إلى أن البطالة ستظل مرتفعة في الوقت الذي سبب فيه تفشي فيروس كورونا صدمة بدأت في مارس وتأثر بها الاقتصاد التركي في مختلف القطاعات. قال الجيش الوطني الليبي إن دفاعاته الجوية أسقطت طائرتين تركيتين بدون طيار قرب مدينة ترهونة والعزيزية غربي البلاد. وأوضح بيان للجيش الليبي إن إحدى الطائرتين حاولت قصف تمركزات للجيش بمنطقة العزيزية قبل أن تسقطها الدفاعات الجوية. عرضت الولايات المتحدة
قرابة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن محمد الكوثراني أحد كبار القادة العسكريين بجماعة حزب الله العراقية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن الكوثراني كان مسؤولا عن التنسيق السياسي للجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران، كما ساهم في تسهيل تحركات الجماعات والتي تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية التي قمعت الاحتجاجات الأخيرة في البلاد وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وشاركت في نشاط إجرامي منظم على نطاق واسع. شهدت محافظة كفر الشيخ أعمال تطهير وتعقيم بمدن ومراكز المحافظة. شملت أعمال التطهير والتعقيم عددا من المناطق العشوائية فضلا عن بعض الشوارع وميادين المستشفى العام، كما تم تطهير وتعقيم محيط البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي. جاءت معالي الوزير اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ان احنا نستغل يوم الجمعة والسبت وهم الحظر بالنسبة لغلق جميع المحلات طوال 24 ساعة، ان احنا ان شاء الله نعقم جميع الاسواق العمومية، الاسواق اليومية، جميع الاماكن العشوائية، المستشفيات، الاماكن اللي يتردد عليها كميات كبيرة من المواطنين زي البنوك، البريد، التأمينات. الحمد لله النهاردة قمنا بحملة كاملة بالتطهير بمساعدة شركة مياه الشرب في كفر الشيخ ومعدات الوحدة المحلية بتعقيم إبراهيم المغازي، ميت علوان، شارع المستشفى، أماكن البنوك وتجمعات الأهالي وتجمعات صرف المرتبات، مكانات الصرف دي. تواصل محافظة الغربية أعمال التعقيم والتطهير للشوارع والمنشآت في إطار مواجهة فيروس كورونا بالتعاون مع المجتمع المدني. وأكد نائب المحافظ أحمد عطاء أن أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحكومية والشوارع والميادين مستمرة على مدار أيام الأسبوع، خاصة يومي الجمعة والسبت. احنا عاملين خطه كامله لتعقيم جميع الشوارع في جميع مراكز ومدن المحافظه، وبتزيد هذه الخطه تركيزا في ايام الجمعه والسبت على اساس ان في حظر كامل في هذه الاوقات. فاحنا بنحاول ان احنا باذن الله نغطي في اليومين دولت كافه ارجاء المدن داخل مدن المحافظه ان شاء الله. الطب الوقائي عندنا شغال بشكل جيد في ترصد الحالات، وعندنا الحمد لله متابعه كامله لجميع الحالات. يمكن الغربيه بفضل الله سبحانه وتعالى من اقل الاماكن على مستوى الجمهوريه في الاصابه، عدد الحالات اللي عندنا محدود. متابعة كاملة وتنسيق كامل مع وزارة الصحة في هذا الخصوص. نتمنى إن شاء الله قبل بداية شهر رمضان يكون خلاص في انتهاء كامل الحالات الموجودة بإذن الله تعالى. تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر حملات التطهير والتعقيم بالمحافظة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وفي مدينة سفاجة تابعت هدى المغربي رئيسة المدينة عمليات المنشآت والمصالح الحكومية والشوارع وبعض الأحياء، وأشارت إلى أن الحملات ستستمر بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار الفيروسات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. وصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات. تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التصدي الحاسم والفوري لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية والتعديات على أملاك الدولة والبناء العشوائي، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية وتنسيقا مع الجهات المعنية بتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء العشوائي والبناء بدون ترخيص، من خلال حملات شنتها مديريات الأمن لتأمين عمل الجهات المعنية بإزالة تلك التعديات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ترسيخا لهيبة الدولة واستعادة حقوقها وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة والإزالة الفورية لأي التعديات في مهدها. تتهاوى المباني المخالفة أمام لوادر إنفاذ القانون
ما يؤكد أن الدولة ورغم انشغالها بمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا عازمة على التصدي بكل قوة لأي محاولات تهدف استغلال تلك الظروف للتعدي على أراضي الدولة والبناء العشوائي والبناء على الأراضي الزراعية، ولن يسمح بعودة تلك التعديات والعشوائيات مرة أخرى، وسوف تواصل وزارة الداخلية أداء دورها في تأمين تلك الإزالات وتنفيذ القانون على الجميع بكل حسم. تعهد وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لضمان استقرار سوق الطاقة، وأكد الوزراء في بيان عقب اجتماع افتراضي أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم اختلالات العرض والطلب على الطاقة وأعاقت الانتعاش الاقتصادي العالمي، مما ألحق خسائر فادحة بالوظائف والشركات والمواطنين. وأشار البيان إلى أن الوزراء سيجتمعون مرة أخرى في اجتماع مقرر في سبتمبر المقبل. أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهود تحقيق استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي. وأضافت الوكالة أن بن سلمان وبوتين أكدا أيضا أهمية التعاون بين كل الدول المنتجة للنفط. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أزمة فيروس كورونا وأسواق الطاقة. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن الزعيمين بحثا الجهود المبذولة لمواجهة الفيروس والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، كما بحث الاتصال عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار الجديدة والتي يبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم السبت. وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه تقرر تعديل سعر بيع بنزين 95 ليصبح 8 جنيهات و50 قرشا للتر، وتعديل سعر بنزين 92 ليصبح 7 جنيهات و50 قرش للتر، أما بنزين 80 فأصبح 6 جنيهات و25 قرشا للتر، كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه للطن. وأشارت اللجنة إلى ثبات وعدم تغير باقي أسعار المنتجات البترولية. وأوضحت اللجنة أنها استعرضت في اجتماعها متوسط أسعار الخام العالمية والظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا. وأشارت إلى أنه مع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة الأعباء الاقتصادية المتوقعة جراء فيروس كورونا. أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن لاعبه الأسطوري ومدربه السابق الإسكتلندي كيني دالجليش أصيب بفيروس كورونا لكن دون أن تظهر عليه أي أعراض. ويعد كيني من أبرز الأسماء في تاريخ ليفربول، وأطلق اسمه على أحد مدرجات ملعبه الشهير أنفيلد. استقال 6 من أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم من مناصبهم احتجاجاً على أسلوب النادي في التعاطي مع بعض المشكلات والتداعيات المالية لأزمة فيروس كورونا لتلوح في الأفاق بوادر أزمة، ومن بين المستقيلين 2 من نواب الرئيس الأربعة إلى جانب المديرين الأربعة. قال نادي ليدز يونايتد المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي إن مدافعه السابق نور ميرهانتر
في مستشفى العلاج بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا. ولعب هانتر صاحب 76 عاما 726 مباراة مع ليدز خلال 15 عام، وفاز هانتر بلقبي للدوري الإنجليزي وبلقب في كأس الاتحاد الإنجليزي وبلقب في كأس رابطة أندية المحترفين. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. ختام النشرة وهذه تذكرة بأهم عناوينها. الصحة تعلن ارتفاع حالات شفاء من مصابي كورونا إلى 384 وخروجهم من مستشفى العزلة. الولايات المتحدة تسجل 500,000 إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 18,000 حالة وفاة. الجيش الوطني الليبي يعلن إسقاطه طائرتين تركيتين بدون طيار غربي البلاد. ولمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.